هو الدعوى القضائية التي أقامها محمود رمضان زيدان المحامي أمام مجلس الدولة في مصر ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور نبيل العربي وزير الخارجية لإلزامهما بسحب ترشيح الحكومة المصرية للدكتور مصطفى الفقي كأمين عام لجامعة الدول العربية. نتحدث حول هذا الأمر مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ بلال دياب عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمي. أهلا بحضرتك يا أستاذ بلال. أهلا أستاذ. بداية، هل ترى الجبهة أن ساحة القضاء هي الساحة المنوط بها أن تحسم هكذا قضايا تعد سياسية بالمقام الأول؟ خلينا نتكلم على أن القضاء هو الملاذ بتاعنا دلوقتي. المفترض كان قبل أي قرار بيطلع بتاخده الحكومة المصرية إن هو بيحصل توافق وطني حواليه. كذا مرة بنتكلم على إن يبقى في حوار وطني جاد ما بين الحكومة وما بين يعتبر الممثلين التيارات السياسية وممثلين الفئات في المجتمع قبل ما يتخد أي قرار عشان يضمن إن في توافق. فدلوقتي ما ده ما بيحصلش، الأول بيتخد القرار وبعد القرار بيحصل حوار. يعني ده أصبح إن في نتيجة سيئة جدا من وراها إن بيحصل دايما مشاكل. طول الوقت مفيد شهاب جاي فبيحصل مشاكل حواليه فيتسحب مفيد شهاب، طب مصطفى الفقي جاي، طب ما اتنين ما نقعد الاول مع بعض نشوف الراي العام المصري بيقول ايه، ايه الترشيحات رايحه على مين، انما طول الوقت بتفرض علينا من فوق مين يبقى مرشح مصر. فما عندناش اي ملاذ تاني غير القضاء المصري ان احنا نقدر نضغط على الحكومه عن طريق. ولكن يعني في اي دوله في العالم حينما تقدم مرشح لها في اي منظمه اقليميه لا تجري استفتاء، وإنما يكون نتيجة لحسابات سياسية. هل تريد الجبهة أو يريد بعض الطيارات أن تحدث نوعا جديدا من أشكال أو أساليب الترشيح أو الترشح للمنظمات الدولية والإقليمية؟ لا، هو ده مش أسلوب جديد، بس إحنا بنعيش في فترة انتقالية وما فيش مجلس شعب اللي هو اللي بيمثل الناس، اللي بيمثل فئات المجتمع لا. المختلفة جوه الدولة. دي المؤسسة الشعبية المفترض هي المنوط بيها، هي اللي تراقب الحكومة. المؤسسة الشعبية ديت مش موجودة دلوقتي، فالاولى بيهم نبقى في حوار وطني الاول عشان ما نقدرش، عشان يعني المحكمه ما تبقاش فيها مشاكل اكتر، لان في كمان تيارات كتير بتهدد بمليونيات ضد القصه بتاعه الفئه ديت. فازاي نقدر نعالج الازمه ديت؟ ان احنا نتقرب اكتر الى التيارات السياسيه، ما يحصلش عمليه اقصاء، ما تدارش العمليه السياسيه من فوق، لازم يبقى في خريطه طريق واضحه. خلينا نتحدث، ما الضير ان يكون الدكتور مصطفى الفقي هو امين عام جديد للجامعه العربيه؟ رقم واحد، ان مصر لا تستحق مصطفى الفقي. رقم اثنين، مصر بها قامات أفضل بكثير جدا وتستطيع أن هي تمثل مصر الثورة، لأن هناك فرق بين مصر الثورة ومصر ما قبل الثورة. مصطفى الفقي، دكتور مصطفى الفقي، هو مصر ما قبل الثورة، هو مصر مبارك، هو مصر مجلس شعب مبارك، هو مصر 30 سنة قهر. مصر الثورة فيها قامات وطنية، هذه قامت يعني يجب ان هي تاخد دورها الحقيقي. كان لكم لقاء، كان لي الجبهه الحره للتغيير السلمي، وانا لدي الان بيان صحفي منكم، قد التقيتم الدكتور مصطفى الفقي، لكن يبدو انه شيئا ما قد عكر الصفو، ما هو؟ احنا في البدايه اول ما عرفنا ان ترشيح مصر على منصب امين عام جامعه الدول العربيه دكتور مصطفى الفقي، احنا طلعنا بيان رفض لده. فاتصل بينا مكتب مصطفى الفقي للاجتماع معاه والتحاور معاه، وبشكل ودي جدا احنا قبلنا ده، لان احنا بنقبل فكره الحوار، لان في الاخر ترشيح مصر ده جاي من عند المجلس العسكري اللي بنكن له كل تقدير واحترام، وده بيستلزم لنا ان احنا نتحاور اكثر حوالين القرارات بتاعه الحكومه وقرارات المجلس العسكري. لبينا الدعوه وتوجهنا ورحنا قعدنا مع الدكتور مصطفى الفقي، وكان معانا كمان شباب 6 ابريل جاي. بعض من شباب 6 ابريل وعرضنا عليه مطالبنا. احنا كنا حابين ان هو يعتذر في مؤتمر صحفي عن دفاعه عن النظام السابق وعن دخوله مجلس الشعب عن طريق التزوير، وطلبنا منه شويه رؤى اقليميه. طيب، كان رايه ايه؟ هو وافق جدا على كلامنا، بل بالعكس ان هو خد قرار فوري، ويعني كان واحنا قاعدين راح رافع التليفون على استاذ محمد عبد القدوس امين عام لجنه الحريات في نقابه الصحفيين، وراح محضر معاه، اتفق معاه على مؤتمر صحفي هيعقد بعد اجتماعنا ده باربع ايام يعلن فيه ان تبنيه للرؤى بتاعتنا كشباب قاعدين معاه. بس احنا فوجئنا بعديها بثلاث ايام قبل المؤتمر الصحفي بيوم، بيتصل بينا وبيقول لنا يعني النقابه مش هينفع، فهنعمله في مكتب تاني، مش عارف هنعمل ايه تاني، هنعمل ايه
المهم في الاخر ما عملش اللقاء بتاعه. شعرتم ان هو بيتنصل من هذا الوعد على اعتذار للشعب المصري؟ هو غير ملتزم بوعوده، غير ملتزم ب يعني. طيب خلينا سؤال برضو اتوقف مع حضرتك عند جزئيه، هل المحك هنا ان يعتذر الرجل عن كونه كان جزءا او وقتيا او بشكل دائم في النظام السابق، او انه يصلح او لا يصلح؟ ما هو المعيار؟ المعيار هو يصلح ام لا يصلح. بس احنا في فتره حرجه جدا، ومصر عليها انها تاخد خطوات سريعه وان هي تثبت وجودها اكبر من الاول، واحنا في نفس الوقت مدركين لحجم المسؤوليه الكبيره اللي وقع على عاتق المجلس العسكري وعلى عاتق الحكومه، وبالتالي احنا عايزين نسهل عليهم اداره البلاد، مش نصعبها عليهم اكتر. لكن توجهتم الى القضاء، لكن اذا ما تم صدور الحكم بعد تولي الفقي هب انه فاز بهذا المنصب، يعني ماذا سيكون موقفكم؟ انا حابب اوضح لك ان مش احنا اللي قدمنا الدعوه، يعني ده مواطن عادي جدا. محامي. نعم. ولكنكم تدعموا هذا التوجه. احنا بندعم طبعا اي توجه بيلبي رغبات الناس. الناس محتاجه ان هي تبقى شريكه في صناعه القرار. ماذا سيكون الموقف بعد ان اصبح الامر قضائيا وليس سياسيا او حواريا؟ يعني هو لو نجح، هي لو نجح دوت دي مصيبه، يعني دي لوحدها مصيبه ستقع، يعني ومصر صورة مصر هتهتز جدا، وده هيأثر كمان على ملف النيل، يعني الترشيح على مصر. إفريقيا بالطبع، لأن يا جماعة مصر الثورة يجب أن تكون مختلفة تماما، يجب أن تكون معبرة عن الشارع، يجب أن تكون مصر ديمقراطية. دي هتفرق لو احنا طول الوقت بتفرض علينا 50 او 100 شخصيه هم ممثلين من النظام السابق. أشكرك، الوقت انتهى. شكرا جزيلا للاستاذ بلال دياب، عضو الجبهه الحره لتغيير السلم. شكرا جزيلا. ومشاهدينا، فقرات اخباريه ومنوعه تنتظركم اليوم، وفيها ذوو الاحتياجات الخاصه وبرامج جامعيه بيروت لتدريبهم على استعمال الكمبيوتر والتواصل الاجتماعي. وضمن فقراتنا الفنيه لكم موعد مع نجمه باب الحاره واميره سوريا الفنانه ليلى سمور في لقاء مباشر من دبي. انتظرونا.